موعدكم اليومي الإخباري الرمضاني مشاهدينا للأخبار، ونستهل بأبرز العناوين. في قفصة عدد من المتعافين يغادرون المستشفى الجهوي لحسين بوزيان، وأشغال مرتقبة لبناء وحدة كوفيد-19 بعد توفر التمويلات. استمرار عمليات تأمين عودة التونسيين الراغبين في مغادرة جزيرة جربة مع الالتزام بالتوجه إلى مراكز الحجر الصحي الإجبارية. اجتماع لنقابات التربية والتعليم لمزيد التشاور حول مآل السنة الدراسية والامتحانات الوطنية قبيل إعلان وزارة التربية عن تفاصيل الاتفاق النهائي يوم الأربعاء القادم. مرحبا مجددا. في مستجدات الوضع الصحي المتعلق بفيروس كورونا، تواصل عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في ولاية صفاقس لليوم السابع على التوالي، وأفادت الإدارة الجهوية للصحة اليوم بأن نتائج آخر دفعة من التحاليل الموجهة والمقدر عددها ب 37 تحليلا كانت جميعها سلبية، ويستقر بذلك عدد الإصابات المؤكدة في مستوى 36 إصابة، وذلك منذ يوم 21 من أفريل الجاري. كما يتواصل استقرار عدد الوفيات في مستوى 5 حالات وحالات شفاء في مستوى 11 حالة. أما في قبلي، أكد اليوم الدكتور خالد البدوي بوحدة الطب الاستعجالي المتنقل بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حتى اليوم بولاية قبلي 97 حالة، وذلك بعد تسجيل إصابة جديدة إثر تلقي الإدارة الجهوية للصحة أمس نتائج التحاليل التي تم رفعها يومي 23 و24 من أفريل الجاري، وبعد عدة أيام متتالية دون إصابات سجلت اليوم بولاية مدنين إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي حالة عدوى أفقية بجزيرة جربة لامرأة من عائلة بها مصاب، وقد تم أخذ عينة المرأة للمرة الثانية بعد أن كانت نتيجة تحليلها الأول سلبية، وذلك من جملة 88 عينة تم رفعها إلى مخبر معهد باستور وكانت سلبية، باستثناء هذه العينة الوحيدة الإيجابية وفق المدير الجهوي للصحة جمال الدين حمدي، لترتفع بذلك إصابات ولاية مدنين إلى 75 حالة، منها 62 حالة بجزيرة جربة، شفيت منها 18 حالة مع تسجيل 3 حالات وفاة. وفي المهدية، أكد مدير الصحة الوبائية بالإدارة الجهوية للصحة سمير لحو الأمسي أن التحاليل المخبرية أثبتت إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا تعود لمواطن أصيل معتمدية تهبيرة يبلغ من العمر 59 عاما. وفي ولاية جندوبة، أنهى 56 شخصا اليوم الحجر الصحي الوقائي من فيروس كورونا الذي أخضعوا له قبيل 2 أسابيع. وفي ولاية سوسة، ارتفع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 43 حالة، وذلك بعد تعافي 4 مصابين بين جدد اليوم وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة بسوسة سامي أرقيق. هذا ولا يزال 10 مرضى يخضعون للعلاج بالمستشفى الجامعي فرحة حشد. إلى قفصة، حيث غادر 3 أشخاص من المتعافين من فيروس كورونا المستشفى الجهوي لحسين بوزيان بالجهة بعد تلقيهم العلاج في وقت ينتظر أن تنطلق أشغال بناء وحدة كوفيد-19 بعد توفر التمويلات اللازمة. 3 مرضى هم أول نزلاء قسم الكوفيد-19 غادروا المستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة بعد تلقيهم بروتوكول علاج أشرف عليه فريق من الأطباء جندوا للعمل رغم نقص أطباء الاختصاص. الحمد لله، دونك بعد البروتوكول نتاع العلاج اللي تواصل مدة 10 أيام، الحمد لله نهار السبت سوال 25 خرجنا 3 مرضى، دونك ديكلاراسيون دو غيريزون توتال بعد 2 بريليفمون نيجاتيف. دونك المرضى تحسنوا سي البلان كلينيك، معناتها العلامات نتاعهم اللي دخلوا بها من ضيق نفس من سخانه والعلامات اللي تعرفها لعبت كلها تحسنت وتنحات كومبليتمون. ولدعم طاقة استيعاب المستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة، قدم عدد من الأطباء والمندوبية الجهوية للمهندسين المعماريين مخططا لبناء وحدة كوفيد-19 ستنطلق أشغالها مع توفر التمويلات اللازمة. نظرا اللي احنا للارشيتكتور نتاع السبيطار نتاعنا ما تسمحناش ان باش نعزلوا البارتي كوفيد كلها وحدها، معناها
واحد كل شيء، حبينا نعملوا شجعنا البادره هذه. النقطه هي ان نبداو بحل الكونت ونعمل لاشت اسم البروجي معناها او نيفو استكتيرال معناها برسك حاضر. هو باش يساعدنا اكيد في الفتره هذه في الفصل التام بين الحالات المشتبه فيها واللي هي في انتظار التحاليل وما بين المرضى العاديين، وهو مشروع بقدره ربي يكون عنده حتى فائده مش فقط في الوقت الراهن حتى فيما بعد، حتى بعد انقضاء الجائحه بحول الله باش يكون لنا مكسب للمستشفى ونجم نستغلوه في اقسام مثل قسم الرعايه المركزه ولا قسم الصدريه. هذا وقد اكدت المندوبيه الجهويه للصحه بقفصه شفاء 7 مرضى من فيروس كورونا وتماثل 4 اخرين للشفاء من بين 38 حالة سجلتها الجهة. نتحول إلى جزيرة جربة أين تتواصل عملية تأمين عودة التونسيين الراغبين في مغادرة مدينة جربة إلى ولاياتهم بعد فترة طويلة من الانتظار، عودة مشروطة بالالتزام بالتوجه إلى مراكز الحجر الصحي الإجبارية. في جزيرة جربة تستمر عملية تأمين عودة المواطنين الراغبين في مغادرة الجزيرة إلى مدنهم الأصلية عبر عدد من الحافلات بعد خضوعهم لإجراءات الفحص الطبي والالتزام بالتوجه إلى مراكز الحجر الصحي الإجباري في عدد من مناطق البلاد. قمنا بالكشوفات اللازمة واللي يتضح كونه يستوجب بقائه في جربة ولا عنده مشاكل صحية لم نسمح له بالمغادرة، في حين أن باقي الأشخاص الآخرين تتم عملية بسلسة وبدون حتى أي إشكال، وهم بطبيعتهم ماشيين إلى أماكن الحجر الصحي في ولاياتهم، وقمنا بمدهم بالتزام لضرورة التقيد بالحجر الصحي في الأماكن الموضوع على ذمتهم في ولاياتهم أو في باقي الولايات الأخرى. تأمين عودة هؤلاء المواطنين ولئن مثلت انفراجا للبعض منهم فإن توقيت الشروع في تنفيذها جاء متأخرا كثيرا بحسب العديدين منهم الذين بقوا عالقين لأكثر من شهر وما عاشوه من ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة. تعبنا برشا ياك هو نحبوا نروح. لازم يراونا حالاتنا، انت توي كان صغاري غاديك 3 وعندي زوجتي توفت عندها شهر ونص تويكا، فهمتني؟ انا شوفوا سيدي رمضان انا صغاري وحدهم غاديكا وانا لهنا، ثم حاجات اسمي راهو انا ظروفنا فيهم لازم نعمل لهم التزام باش نبقى في الحجر الذاتي، ما عنديش حتى اشكاليه. تعبونا برشا، قرارات الدوله اعطيناهم الثقه يكونوا في مستوى الثقه. كل يوم فما قرار بدا بالحجر الذاتي، هنا مروحين في حجر ذاتي، كلمنا صغارنا نقول لهم سي بون افرحوا وسعي مروحين. يلا بها نص نهار الثاني ولا حجر اجباري. يقيد وعبيد ينادوها عبيد لا عبيد هزوها، معناها تشوف فينا معناها توك العشرة ورمضان معناها عبيد صايمة زي مبكري معناها للنص نهار نص نهار مطيشين. ويبقى مع ذلك عديد المواطنين من أصحاب السيارات الخاصة ينتظرون إيجاد حلول عملية لتأمين عملية مغادرتهم للجزيرة تتماشى وخصوصيات وضعيتهم. نظرا للظرف الاستثنائي الذي تعيشه تونس بسبب فيروس كورونا والذي يتزامن أيضا مع شهر رمضان الكريم، الصورة تختلف في كل جوانبها عما سبق من سنوات. اليوم نأخذكم في جولة معا إلى سوق الخضر والغلال والأسماك بسوسة، أين تعرف جل المواد ارتفاعا في الأسعار، فكان المشهد غير المشهد المعتاد. بالمدينة العتيقة بسوسة تغير المشهد اليوم في ظل أزمة كورونا، فسوق الخضر والغلال والأسماك التي كانت تعج بالحياة في شهر رمضان أصبحت على غير العادة بسبب القيود المفروضة لاحتواء انتشار الوباء. بنا في رمضان البلد العربي ما غير بلد عربي ما نشيش رمضان، وهذيك هي العادة بتاعنا احنا عادة ديما نعرفوا نعملوا دورة رمضان السنة كازة ما فماش، راني تو ولا ما زلت لستفتحتها إلى 11 تو ما زلت مستفتحت ما عندي حتى شيء. ولدي يخدم عليا بطلوه، كان يخدم في مشروع نتاع سهلول بطلوه، انا نستنى في رحمه ربي لين يفرج علينا بر. الغلاء ولا المرض الكورونا، خايفين من الكورونا. العباد بقت تخدمها، الناس كل وقفت، ان شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف وبر. وخلال جولتنا بسوق باب جديد لاحظنا اقبالا ضعيفا مع تشكيات المواطنين من غلاء اسعار المواد الغذائيه. حمص شريته عندي جمعتين تيري ب 5000 اليوم 7500، كيفاش هذيه؟ كيفاه؟ ولا العظيم شيء تشبه الكذب، كل حاجه زايده. قلك انسلان عم دخلت الناس، علاه ما دخلت لكمش؟ انتم مش طايحونا ولا تزيدونا؟ ترى
واحد عنده ثلاثة أربعة صغار في داره فامية كبيرة مش بشاخ يروح فارغ هكاكا ما تجيش والله العظيم أقسم بالله أمو يشوفوا بعيد رحم العباد خاطر وقت في ظرف كيف هكا ويعملوا كي أسوأ من الطوب ما تجيش بط ب 40 دينار خذيت شوية نعناع شوية زبيب وقلقال باش نعمل شوية حلوفة رمضان إن شاء الله رمضانكم مبروك ينعاد عليكم بالصحة والخير. فيما أرجع التجار ارتفاع أسعار الأسماك خاصة إلى النقص في الإنتاج وارتفاع تكاليف الشحن. حكيت فليك راه البلانسيات مش قاعدين يسرحوا راه هذا فليك صغار هذا بتاع صنار هذيك علاش حط مقطوع راه ربي يقدر خير وشاري ما فماش حط غالي برشا خاطر ما فماش لا فليك لا حتى شيء وزيد الشاري الشعب من يمشي يجيب الفلوس هذا من يمشي يجيب فارغ فما شوية راه حوت وقت راه البيع والشراء ما فماش وربي يقدر الخير طول ورات المربي والقاروس رخيص التريلي والاخر خاطر ناقص الكونتيتي غالي بالمعقول نحكي والسبارس رخيصه ب 4000 ويلزم العباد الكل زادها تاخذ عبره باش تولي خيان وقلوبها صافيه ان شاء الله تونس بخير وان شاء الله اللي جاي خير ان شاء الله يتنحى علينا البلاد هذايا وان شاء الله رمضانكم مبروك. فالكل في شهر رمضان هذه السنه بين مطرقه الازمه الاقتصاديه وسندان الوباء وليعلم الكل ان الازمه ستنجلي قريبا وان الباب سيفتح لتبقى الحرية أجمل إن شاء الله. قرر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اليوم تأجيل سداد أقساط القروض الشخصية والقروض الجامعية بعنوان شهري أفريل وماي 2020. وأوضح الصندوق أن القرار يندرج في إطار تنفيذ الإجراءات لمواجهة جائحة كورونا والحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية. تربويا انتظم صباح اليوم لقاء جمع الكتاب العامين لجامعات التربية والتعليم وبحضور الأمينين العامين المساعدين للاتحاد العام التونسي للشغل للنظر فيما تم تداوله خلال الاجتماع الذي انعقد الأسبوع الفارط بوزارة التربية حول مآل السنة الدراسية والامتحانات الوطنية. يأتي ذلك قبيل إعلان وزارة التربية عن تفاصيل الاتفاق النهائي المنتظر يوم الأربعاء القادم. استكمال التشاور والنظر في إمكانية تقديم مقترحات تعديل لما تم الاتفاق عليه مبدئيا مع وزارة التربية حول مآل السنة الدراسية ومواعيد الامتحانات الوطنية مثل محور لقاء للكتاب العامين لجامعات التربية والتعليم أشرف عليه الأمينان العامان المساعدان للاتحاد على إنهاء السنة الدراسية لمختلف درجات التربية والتعليم باستثناء طبيعة الحال الأقسام البكالوريا اللي باش يقع دعوتهم إلى استكمال البرنامج بداية من يوم 27 ماي إلى غاية 24 جوان. وقع الاتفاق طبيعة الحال على مختلف المواعيد الامتحانات الوطنية وقع الاتفاق أيضا على كيفية الارتقاء بالنسبة للدرجات التعليمية الأخرى سواء كان في الابتدائي أو في الإعدادي أو في الثانوي. عودة المسار الدراسي تظل وفق الحاضرين باللقاء رهن توفر شروط السلامة للإطار التربوي والتلاميذ. هناك حديث حول استئناف الدراسة ولكن إلى حد الآن لم حتى شيء ثابت ما لم تتوفر كما قلت وما لم يتم إقرار بروتوكول صحي واضح يضمن سلامة الجميع. بالنسبة لنا ضمانات السلامة هي الأساس وأعتقد أنه يجب أن يكون في ذهن الجميع أنه حتى وإن اتفقنا على شروط السلامة وتعرضنا في الأثناء إلى إما الانحراف للوباء في تونس لا قدر الله أو رينا أنه إحنا عاجزين على تطبيق شروط السلامة يحفظ أبنائنا فما سميش حتى تاريخ مقدس. وفيما ينتظر الاتفاق نهائيا حول ظروف العودة المدرسية لتلاميذ البكالوريا وإجراءات الامتحانات فقد اتخذ القرار بالنسبة لتلاميذ المرحلة الابتدائية. اتفقنا على اعتبار السنة الدراسية منتهية ويعتمد معدل الثلاثي الأول والثلاثي الثاني في جزاء التلميذ أي في تقرير نجاحه من عدمه. وبالمناسبة وأخذا في الاعتبار ظروف النفسية لأبنائنا سنعتمد معايير ميسرة في النجاح امتحان الانتقال إلى الإعداديات النموذجية. تم الاتفاق على إجراء الامتحان يومي 2 و3 جويلية القادم هذا من جانب. من جانب ثاني تم الاتفاق على ضرورة توفير كافة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية لمختلف المعنيين بالامتحان. ما تعهدت به الوزارة هو أن تؤمن الكمامات يوميا للجميع
أن تؤمن الجيل المعقم يوميا للجميع، أن تعقم فضاءات المؤسسة التربوية الحاضنة للاختبار يوميا. ومن المنتظر أن تعقد وزارة التربية في 29 من الشهر الجاري ندوة صحفية لاستعراض تفاصيل الاتفاق النهائي مع نقابات التربية والتعليم حول مآل السنة الدراسية والامتحانات الوطنية. هذا ما لدينا من أخبار مشاهدينا، المزيد في نشراتنا الإخبارية القادمة، ونذكركم بعناوين النشرة. في قفصة عدد من المتعافين يغادرون المستشفى الجهوي لحسين بوزيان، وأشغال مرتقبة لبناء وحدة كوفيد 19 بعد توفر التمويلات. استمرار عملية تأمين عودة التونسيين الراغبين في مغادرة جزيرة جربة مع الالتزام بالتوجه إلى مراكز الحجر الصحي الإجبارية. اجتماع لنقابات التربية والتعليم لمزيد التشاور حول مآل السنة الدراسية والامتحانات الوطنية قبيل إعلان وزارة التربية عن تفاصيل الاتفاق النهائي يوم الأربعاء القادم. بإمكانكم أيضا مشاهدين متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية tunisiatv.tn. صوما مقبولا وإفطارا شهيا. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.